بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نتعرف مع بعض على حاجة اسمها اتخاذ القرارات. يعني في هنا عندنا الأول قبل اتخاذ القرارات المفروض المؤثرات الثنائية، الكلام ده اتشرح في لغة السي، وممكن إن شاء الله نبقى نديكم الورق بتاعه بحيث إنه اللي عايز يطلع عليه يبقى يطلع. طبعا الورق مشروح فيه الكلام ده بالتفصيل، فاحنا مش هنتعرض ليه تاني حاليا لأن مش محتاجينه في الكورس بتاعنا كتير. نخش على حاجة اسمها اتخاذ القرارات أو decision making. عايز أعمل أنفذ مجموعة أوامر بناء على شرط معين، بناء على حاجه معينه. يعني مش هنفذ الاكشن ده الا لو كان الحاجه دي حصلت او لو كان الحاجه دي اتحققت. اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك بالنسبه لاتخاذ القرارات احنا عندنا في لغه السي او لغه السي بلس بلس كذا طريقه بقدر اعمل بيهم او اقدر اتخذ بيهم القرار. الطريقه الاولى حاجه اسمها اف، الطريقه الثانيه حاجه اسمها اف الس، الطريقه الثالثه اف الس اف الس، وبعد كده سويتش كيس. تعالوا نشوف الطريقه الاولانيه اللي هي الاف. في حاله الاف بعمل ايه؟ بكتب كلمة اف وبعدين القوسين الدائريين وبكتب هنا الشرط اللي انا عايزه، وبعد كده بفتح قوس مجموعة واقفل القوس المجموعة واكتب هنا الاوامر اللي انا عايزها تتنفذ لو كان الشرط ده متحقق. طيب عايزين نعمل، ناخد الكلام ده بمثال افضل عشان خاطر نستوعب الموضوع. عايزين نعمل برنامج بيستقبل حرف، وبعدين لو كان الحرف اللي داخل ده واي يطبع لي كلمة يو تايب واي، يعني انت دخلت حرف الواي، ولو كان الحرف ده مش واي ما يطبعليش حاجة على الشاشة. تعالوا نعمل الكلام ده. اولا برنامج بيستقبل حرف، يبقى انا لازم هعرف متغير اخزن فيه حرف الاول اول حاجه هعملها، وبعد كده هستقبل المتغير ده من اليوزر، وبعد كده هختبر. فنيجي نعمل كده الخطوات بتاعتنا زي ما هي. اقول له ايه؟ اقول له كاركتر وسمي المتغير ده مثلا سي اتش، يبقى انا حجزت مكان في الذاكره وسميته سي اتش عشان استقبل فيه حرف. طيب الداله اللي بتخرج على الشاشه اسمها ايه؟ اسمها سي اوت. طب الداله اللي بتستقبل من اليوزر من الكيبورد اسمها ايه؟ اسمها سي ان، والعلامات بتاعتها علامه الاكبر من زي ما احنا شايفين كده. وبقول له ايه؟ سي اتش. ايه اللي هيحصل بقى في الحاله ديت؟ في الحاله ديت ان الكومبايلر هيجي ويقف عند السي ان هنا وما ينفذش اي حاجه الا لما اليوزر يدخل قيمه عشان القيمه دي تتخزن في السي اتش، تتخزن في متغير اللي اسمه سي اتش، وتكون القيمه دي حرف كمان. هاجي اقول له بقى انا استقبلت السي اتش، اف، نطبق الشكل بتاعنا بتاع الاف زي ما احنا عارفينه. ادي بكتب هنا الشرط وهنا الاوامر اللي انا عايزها تتنفذ. فبقول له كده لو كان السي اتش ده كان بيساوي يساوي الحرف اللي اسمه واي اعمل ايه؟ سي اوت، اعرض لي على الشاشه يو تايب واي، انت كتبت حرف الواي سلاش ان عشان ينزل سطر جديد بعدها. طب لو ما كانش السي اتش بيساوي واي خلاص مش هينفذ السي اوت دي، ويروح البرنامج يطلع بره الاف والبرنامج ينتهي التنفيذ بتاعه وخلاص على كده مش هيعمل حاجه. يبقى ده بالنسبه للبرنامج بتاعي، هستقبل الحرف من اليوزر باستخدام الداله اللي اسمها سي ان، وبعدين هشوف الحرف لو كان بيساوي واي، وطبعا هنا بقول يساوي يساوي لان الفرق ما بين يساوي ويساوي يساوي ان الاثنين يساوي دي معناها ايه؟ معناها سؤال بهل، هل السي اتش بيساوي واي؟ هل المتغير اللي اسمه سي اتش ده جواه حرف الواي؟ فده معناه سؤال بهل، ولو كان الشرط متحقق هينفذ الكلام ده، لو مش متحقق مش هينفذ الكلام ده ويخلص يخش على الحاجه اللي بعد الاف على طول، يشوف ايه اللي بعد الاف وينفذه. طيب لو انا قلت سي اتش بتساوي الواي ده معناه خد الواي وحطه في السي اتش، يبقى يساوي واحده معناه تخصيص، انا بخصص قيمه، اما اتنين يساوي معناه ايه؟ معناه سؤال بهل. طب تعالوا بقى نجرب كده البرنامج نشوف كده. نقول له بيلد ونقول له اكسكيوت. شفتوا البرنامج عمل ايه؟ واقف واقف ما بينفذش حاجه، مستني ايه؟ مستني ان انت تدخل الحرف عشان يحطه في السي اتش وبعدين يكمل تنفيذ. طب احنا ندخل حرف الواي، توقعكم انتوا ايه اللي هيحصل؟ انا توقعي ان انا لما ادخل حرف الواي ويتخزن في السي اتش ونيجي نختبر الشرط هنلاقي فعلا ان السي اتش جوه واي، فيظهر لي الرساله دي، فاقول له واي واقول له انتر. فيقول لي يو تايب واي، انت كتبت حرف الواي. طب نيجي نقول له كده نعمل اكسكيوت من جديد وندخل حرف تاني غير الواي نشوفه هيعرض ايه. نقول له مثلا حرف الايه ونقول له انتر، ما طبعليش حاجه، ما طبعليش الرساله دي. ليه؟ لان الحرف، لان السي اتش دلوقتي مش جواه واي، ده جواه الايه، فما يرضاش ينفذ لك حاجه. فده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنوع الاولاني عندنا اللي هو الاف ومعاها شرط وبعدين ما بين قوسين الاوامر اللي عايزه تتنفذ. نيجي للحاجه الثانيه اللي هي النوع الثاني اللي هو اف الس. يعني ايه اف الس؟ لو الشرط اتحقق هنفذ امر، ولو الشرط ما اتحققش هنفذ امر، هنفذ حاجات تانية. في حاله الاف كنت بعمل ايه؟ لو الشرط اتحقق نفذ اوامر معينه، لو ما اتحققش ماشي يا عم خلاص ما تنفذش حاجه.
لكن في النوع التاني اللي هو اف إلس، لو الشرط اتحقق انفذ حاجات، ولو ما اتحققش انفذ حاجات تاني. فادي الاسطمبه بتاعتها عامله ازاي؟ الاسطمبه بتاعتها اهي اف وبعدين الشرط، ولو الشرط اتحقق، وبعدين إلس لو الشرط ما اتحققش نفذ الكلام ده. فنيجي ناخد الاسطمبه دي نكتبها في البرنامج بتاعنا، نيجي نقول له كده إلس إلس ايه بقى؟ لو الشرط ما اتحققش اعمل ايه؟ هنقول له سي اوت ايرور بعدها سلاش ان عشان يبقى ينزل سطر جديد. فايه اللي هيحصل؟ لو دخلت حرف الواي يطبع لي الرساله دي. طب لو ما دخلتش حرف الواي، دخلت اي حرف تاني يطبع لي ايرور، يقول لي لا في مشكله كده انت ما دخلتش حرف الواي. نجرب، نقول له اكسكيوت كده نجرب نشوف الدنيا هتعمل ايه. نقول له مثلا حرف الايه ونقول له انتر، يقول لي ايرور، اه ده انت ما دخلتش حرف الواي. طب نقول له كده بيلد ونقول له اكسكيوت تاني ونقول له حرف الواي ونقول له انتر، يقول لي اه يو تايب واي، انت كتبت حرف الواي. فكده تمام خلصنا الجزء الايه الاولاني المهم عندنا. طيب نشوف كده النوع الثالث اللي هو اف ومعاها إلس وبعدين اف ومعاها إلس كمان. ايه الكلام ده؟ قال لك لو انت عندك اكتر من شرط عايز تختبره، مثلا في المثال اللي قدامنا ده عايزين نختبر الحرف، لو كان بواي يطلع لي رساله اسمها يو تايب واي، انت كتبت حرف الواي. ويختبر كمان لو كان الحرف بزد يطلع لي رساله يو تايب زد، انت كتبت حرف الزد. طب لو ما كانش الحرف ولا بواي ولا بزد يطلع لي ايرور بقى. يبقى في الحاله دي هو اختبر كام مره؟ اختبر السي اتش بواي واختبر السي اتش بزد، وممكن يختبرها بحاجات تانيه لو انت عاوز. يبقى انا كده عندي كام شرط؟ اكتر من شرط عايز اختبره. في الحاله ديت بتعمل حاجه اسمها اف إلس اف، اللي هي الاسطمبه بتاعتها عامله ازاي اهو. ادي الاسطمبه بتاعتها اف لو الشرط الاول متحقق نفذ الكلام ده، إلس اف لو كان الشرط الثاني متحقق نفذ الكلام ده. إلس بقى إلس يعني ايه؟ يعني ولا واحد من الاثنين دول متحققين نفذ الكلام ده. فنيجي نقول له كده هنا إلس اف كان السي اتش يساوي حرف الزد اعمل ايه؟ سي اوت يو تايب زد وبعدها طبعا سلاش ان واقفل الكلام ده. فاصبح دلوقتي يختبر الشرط الاول ايه؟ إلس اف. طب نشوف كده الشرط الثاني لو كان بزد، إلس اف طبعا ما فيش إلس اف ثاني، ممكن تختبر تقول له إلس اف كان بحرف السي اتش يساوي ايه؟ إلس اف السي اتش بيساوي اي حاجه ثانيه زي ما انت عايزها. ولو ما كانش ولا واحد من اللي فوق دول متحققين إلس بقى ولا واحد منهم متحقق سي اوت ايرور. طب تعالوا نجرب الكلام ده كده اكسكيوت. ونقول له واي، لو قلت له واي يقول لي يو تايبد واي، لو قلت له زد يقول لي يو تايبد زد، لو قلت له اي حاجه غير الاثنين دولت يقول لي ايرور. نقول له مثلا زد كده يقول لي يو تايبد زد. طب نجرب بقى اي حاجه ثانيه غيرهم الاثنين غير الواي والزد، نقول له مثلا دبليو يقول لي ايرور، اه مفيش مشكله. كده احنا عرفنا النوعيه الايه؟ عرفنا النوعيه الثالثه. طب ايه رايكم بقى لو انا شلت الالس دي؟ ايه اللي بيحصل؟ بص لو شلت الالس دي هيجي يروح يختبر الاول، يشوف السي اتش بواي. طب نفترض ان السي اتش ما كانش بواي، بعدها هيعمل ايه؟ بيروح للي بعد الاف، اللي بعد الاف اللي هو مين؟ الاف الثانيه، يشوف السي اتش بزد ولا لا. طب لو ما كانتش بزد يروح ينفذ دي، طب لو كانت بزد يطبع الكلام ده. طيب لو انا بقى كنت سايب الالس بيعمل ايه؟ يختبر الشرط، لو كان بواي ما يختبرش الباقيين، لكن لو انا شايل الالس لو كان بواي برضه يختبر التاني لان هو بيروح للي بعد اف. يبقى لو انا سايب الالس يعمل ايه؟ يختبر الشرط الاولاني، لو متحقق ما يختبرش الباقيين، خلاص بقيه الاف كلها على بعضها خلصت انتهت. لكن لو شلت الالس بيختبر كل الايه الشروط اللي موجوده قدامي. اتمنى تكونوا فاهمين الجزء دوت، ولو مش فاهمينه مش هيأثر معانا كتير. طبعا انا ممكن اضيف شرطين عندي في امر واحد، بدل ما اكتب الشرطين إلس إف والكلام ده ممكن اقول له ايه مثلا عندي قيمتين معينين مثلا عايز اختبرهم، ممكن اقول له مثلا اف الاي كان بيساوي 30 اند يعني اند يعني ايه؟ يعني وكمان لازم يكون الشرط متحقق وكمان الشرط الثاني متحقق اللي هو سي اكبر من 30 مثلا، يعني حاجه زي اللي موجوده عندنا كده. لو كان
لو كان الاي اكبر من زيرو والبي اكبر اقل من اكبر من زيرو، يبقى لازم يكون الشرطين دول متحققين عشان ينفذ الامر اللي اسمه سي اوت ده. طب ايه الاور ديت؟ لو كان الاي بيساوي زيرو او البي بيساوي زيرو، لو اي واحد منهم اتحقق يروح ينفذ الكلام ده. فاحنا نكون عارفين برضه المؤثر ده والمؤثر ده، لان ممكن تحتاجوهم في كتابة البرامج، وانتم ممكن تقروا الكلام ده وتغيروا وتنفذوه، مفيش مشكلة. طبعا احنا الجزء ده شرحناه وخدنا عليه المثال، انتوا تقدروا برضو تنفذوا المثال اللي قدامكم ده، والجزء ده شرحناه وقلنا عليه المثال. وطبعا في شوية حاجات تانية ممكن تبصوا عليهم في المحاضرة، لان الحاجات دي مهمة وتجربوها بنفسكم عشان خاطر يعني الاختبارات او الافكار ممكن تبقى موجودة في الحاجات اللي زي دي. وفي جزء كمان ما اتشرحش هنا اللي هو سويتش كيس، لكن احنا مش هنشرحه لان احنا مش محتاجينه، وان شاء الله نكمل في بقية الفيديوهات المحاضرات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.